قلبي اطمئن، ليس توثيقا لتقديم مساعدات، بل دعوة ليمشي كل منا في طريق الخير، وتذكير بحال الناس التي لا يعلم عنها الكثيرون. التهينا بمجريات حياتنا حتى لم يخطر ببالنا أن أحدهم لا مأوى له، وآخر هده عجزه عن علاج طفله، وغيره من لا يجد ما يكفي به حاجات عائلته الأساسية، والكثيرون الذين ستتغير حياتهم إن قررنا أن نبادر ونمد أيدينا لهم، لعلنا نكون كلنا غيث. غيث شخصية رمزية وجدت ليكون لنا ولكم ولهم فيها الإلهام والأمل. هو بالنسبة لنا بطل تمنينا وجوده حقا في هذه الدنيا، وخلال رحلتنا كان كل من ساعدنا غيثا في مجاله وبحسب قدراته. اخترنا إخفاء وجهه لأنه ليس شخصا بذاته، بل وجهه هو وجه كل واحد منكم، وقلبه قلب كل محب للخير فيكم. هو فكرة العطاء التي كان من الطبيعي أن يكون له نشأة بدأ منها، وبلد ينتمي إليه، وأشخاص تبنوا مبدأه فدعموه ليكبر. أولاً وآخراً، لن يستطيع قلب اطمئن الوصول للعالم كله ومساعدته حتى وإن امتلك المليارات، لكن الحمد لله فقد رأينا غيثاً جديداً في العراق، في مصر، سوريا، اليمن، السعودية، المغرب والسودان، وبادر الكثيرون من مكان عملهم، وتحرك حب الخير في آخرين، وسارع العديدون ليدلون على المحتاجين، وتعددت المبادرات التي نشأت لأن أحدهم ذكرنا أن الأمر ممكن وكلنا نستطيع مهما كنا بسطاء، فالناس للناس وما زالت الدنيا بخير.